تكون بعض الخطط بعيدة المدى، ولكن بنتكلم عن الوقت اللي احنا فيه ده والأوضاع الاقتصادية اللي كل اليوم بتسوء وفي حالة تدهور. نتكلم عن الأمر الواقع ونكون في دي مصداقية ما بيننا حقيقة وما بين الناس دي فعلا. حقيقة دي حقيقة فأنا عايز أعرف مجلس النواب دوره في الفترة الجاية هيكون إزاي. بنتكلم كمان عن الحكومة وأداء خلال الفترة اللي جاية وتعامل مجلس النواب مع الحكومة. هل هيكون في تغيير في بعض الحقائب الوزارية؟ هل هيكون في إجراءات مع المجموعة الاقتصادية؟ أنا عايز أعرف الوضع هيكون إزاي في الفترة اللي جاية، ولا زي ما تكون هتظل المياه راكدة ما بين الطرفين؟ هو انا يعنيني اهم من تغيير الاشخاص تغيير السياسات. انا مش هشيل وزير واحط وزير ولا شيء، ده على فكره امر ما بيجيبش نتائج. اللي يجيب النتائج لابد من وضع خطط وبرامج واضحه للتنميه، لان لو ما عملناش كده هتبقى في مشكله كبيره. لازم الخطط والبرامج للتنميه. هي الحكومه حاطه حاجه اسمها برنامج 2030 وبدا فيه يعني. انا شخصيا ما وافقتش على هذا البرنامج، انا من النواب اللي رفضوا بيان الحكومه لانه شايف انه تقليدي للغايه، شايف انه مش مبني على اسس علميه، ده من وجهه نظري الشخصيه. لكن انا يعني احنا عايزين برضو نتفائل، والتفاؤل ده مش هيجي بكلمة تتقال، لازم طبعا بجهد مجلس النواب وبجهد الحكومة وبجهد مؤسسات الدولة بالكامل. فالفترة القادمة محتاجة تضافر جهود كل مؤسسات الدولة، لأن فعلا احنا بنمر بمرحلة صعبة للغاية وشعبنا بيعاني، ودي مسؤوليتنا كلنا، دي مسؤولية المجتمع ومسؤولية المجلس النواب ومسؤولية الحكومة ومسؤولية مؤسسات الدولة. لكن نحن في القادم لابد أن تتكاتف كل الجهود، لأن الأمر في منتهى الصعوبة. آخر